الأخبار من اي تي في العدالة. وفيها: في طريق رحلته إلى أذربيجان، محطة توقف للغانم في تاشقند للإطمئنان على صحة النائب الأول. وزير الصحة يدشن جناح قسطرة وأبحاث القلب في مستشفى مبارك. الخدمة المدنية يخاطب التربية لإلغاء الاستثناء الممنوح لها بالتعاقدات الخاصة محلياً. التجارة تشكل لجنة للتواصل المباشر مع النيابة والتحقيقات في قضايا النصب العقاري. اتحاد الكرة يقبل استقالة جابر الزنكي ويسمي الصبيح آبل رئيسا للجنة الحكام. ومن العناوين إلى التفاصيل: توقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له لفترة قصيرة في العاصمة الأوزبكية طشقند، إذ قام بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح الذي يقضي فترة نقاهة واستشفاء هناك، وقبيل مغادرته طشقند متوجها إلى العاصمة الأذرية باكو. قال الغانم إنه اطمأن على صحة الشيخ ناصر الصباح وعلى مراحل علاجه واستشفائه التي تسير بشكل ممتاز، آملا بسرعة انتهائه من رحلة علاجه وعودته إلى البلاد سالما معافا ليعاود ممارسة أعماله ومهامه. وكان الغانم الذي يرافقه النائبان محمد الحويلة وناصر الدوسري قد توقف في طشقند لفترة وجيزة قبيل توجهه إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذري، تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الأذربيجاني أوكتاي أزدوف. كشف وزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى الشيخ جابر الأحمد مطلع شهر أكتوبر المقبل. وعلى هامش افتتاح جناح قسطرة وأبحاث القلب في مستشفى مبارك الكبير، قال الصباح إنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع الصحية في القريب العاجل والتي ستحدث نقلة نوعية في الخدمة الصحية ورعاية المرضى. اليوم احنا في مستشفى مبارك الكبير لافتتاح جناح القسطرة. طبعا هذا الجناح هو الأول في هذا المستشفى واللي يقدم خدمة نوعية للمرضى في منطقة حوالي الصحية. جناح القسطرة اليوم تم تصميمه على أحدث التصاميم العالمية لسلامة المرضى، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية. طبعا اليوم الجناح يتكون من 3 غرف للعمليات والقسطرة، منها غرفة العمليات ومنها غرفة الفسلجة وغرفة القسطرة. ببداية برنامج عملية القسطرة العاجلة الذي تمت قبل السنوات الماضية، تم خفض نسبة المضاعفات اللي تحدث مع المرضى بوجود الجلطات القلبية، وإحصائيا 60% من مراجعين المرضى المستشفيات يأتون المستشفى لعمليات جلطات القلب. وطبعا هذا تم زيادة تدخل القسطرة فيهم معهم وإنقاذ حياة المرضى. وطبعا هذا بإذن الله راح يكون تخفيف لمستشفى الضغط على المستشفى الصدري وتقديم الخدمة الصحية بسرعة. وايضا هذا راح يكون ان شاء الله بدايه، ومستشفى الفروانيه ان شاء الله راح يتم افتتاح ايضا القسطره والفسلجه ان شاء الله في مستشفى الفروانيه في القريب العاجل. بالقريب العاجل ايضا راح يكون ان شاء الله عندنا افتتاحات جديده ايضا تعمل نقله نوعيه في الخدمات ورعايه المرضى. عندنا مستشفى الشيخ جابر الاحمد صباح راح ان شاء الله يتم افتتاحه في شهر اكتوبر على مطلع اكتوبر، وايضا مستشفى الاميري التوسعه راح يتم افتتاحها ايضا في مطلع اكتوبر. وايضا عندنا مستشفى الحوادث والطوارئ اللي تم انجازه بسرعه فائقه الحمد لله، من بدا المشروع من شهر 3 والان تقريبا هو جاهز للافتتاح في نفس الوقت لمنطقه صباح الاحمد.
من جهته قال رئيس وحدة أمراض القلب في مستشفى مبارك الكبير محمد زبيد إن افتتاح جناح القسطرة وأبحاث القلب مستشفى مبارك الكبير يعد نقلة نوعية في طريق علاج المرضى بالمستشفى. هذا المشروع صار لنا 4 سنين نشتغل عليه بالتعاون مع المسؤولين السابقين والمسؤولين الحاليين في وزارة الصحة، والحمد لله يعني اليوم احنا نفتخر في أن وصلنا إلى هذه المرحلة من توفير 3 غرف قسطرة، جناح كامل مجهز لهذا الشيء. هذا سوف يحدث نقلة نوعية في طريقة علاج المرضى في مستشفى مبارك. عندنا في مستشفى مبارك سنويا ما يقارب 850 حالة جلطة قلب، نوبة قلبية. هذه 850 حالة يتم إجراء القسطرة لهم حاليا في مراكز الكويت الثلاثة، في مركز صباح الأحمد، في الأميري والصدري وسلمان الدبوس في العدان. إن شاء الله بتوفر القسطرة في مستشفى مبارك سوف يعني نوفر هذه الخدمة للمرضى في نفس المكان، فهذا سوف يحدث نقلة كبيرة في طريقة العلاج لهؤلاء المرضى، شريحة كبيرة. إحصائية مهمة نبين فيها يعني أهمية وجود هذه المراكز. في عام 2012 في الكويت كان تجرى القسطرة المستعجلة لمرضى الجلطات نوبة القلب بحدود 6%، عدد قليل جدا. في 2014 بعدها بسنتين، بعد افتتاح مراكز الدبوس وصباح الأحمد، قفز هذا الرقم إلى 55%. فيعني توفر هذه المراكز القسطرة دكتور هيوصل لكام؟ إن شاء الله يقفز الرقم إلى 80%، لأنه مستشفى مبارك يعني أحد أزحم المستشفيات من ناحية أمراض القلب. والفكرة كلها أن في كثير من الحالات أنت تحتاج تدخل سريع لإنقاذ المريض، وبعدين بدل ما المريض يقعد عندي بالمستشفى أسبوع عشان أقدر أنا أحوله إلى المراكز الثلاثة، اليوم ما راح يقعد عندي أسبوع، راح يقعد عندي 2-3 أيام بالكثير. أعلن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي توجه هيئة البيئة لوضع محطات تنقية على مخارج مجارير الأمطار بهدف تنقيتها من النفايات ومياه الصرف الصحي والنفايات الكيماوية التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية، مؤكدا أن هذه المحطات ستساهم في وصول مياه سليمة ونقية إلى البحر. خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بإلغاء الاستثناء الممنوح لها بالتعاقدات الخاصة بالمعلمين قبل الشروع بالتعاقد، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات المحلية. وكشف الديوان أنه ينسق حاليا مع هيئة القوى العاملة لاشتراط عدم تحويل الإقامة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي إلا بموجب موافقة خطية منه، مشددا على أنه لن ينظر في التعاقدات المحلية التي يكون فيها المؤهل والوظيفة في إذن العمل يختلف مع الوظيفة المراد العمل بها في الحكومة. أكدت وزارة التجارة والصناعة متابعتها ملف قضايا النصب العقاري التي أحالتها مؤخرا إلى النيابة العامة. وقالت التجارة إن النيابة العامة طلبت كتابة استيفاء للشكاوى المرسلة إليها، مؤكدة على استمرار متابعتها للقضايا لحين إعادة الحق إلى أصحابه ومحاسبة الشركات التي تثبت إدانتها عبر القضاء. وفي هذا السياق أعلنت الوزارة تشكيل لجنة تعنى بالتواصل المباشر مع النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وجهات التحقيق الأخرى بموجب القرار الإداري رقم 442 لسنة 2018. سعيا إلى الارتقاء بالعمل الصحي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل في كافة المجالات الطبية، عقد فريق العمل المكلف بإعداد مشروع خطة عمل لجنة وزراء الصحة في دول مجلس التعاون عقد اجتماعه 3 في الكويت بمشاركة مسؤولي القطاع الصحي في دول الخليج. حظيت اجتماعات اللجان الخليجية باهتمام ودعم معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون كأحد الأولويات الرئيسية للبرامج الخليجية الصحية المشتركة، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة
لدول مجلس التعاون واستمرار العمل المشترك للوزارات والجهات الحكومية في جميع المجالات، والتي تعد رصيدا تنمويا متزايد نتفخر به ونعتز به دائما، ويبعث على التفاؤل بالمستقبل بعون الله. وسيتناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة التي تتطلب سياسات وآلية عمل تربط جميع الجهات ذات العلاقة وتساعد في سرعة الاستجابة واتخاذ القرار اللازم. الأخوة والأخوات، لا يسعني اليوم إلا أن أشكر لكم جهودكم وعملكم من أجل النهوض بمسيرة التعاون الخليجي المشترك عامة والصحي خاصة. كنا الأسبوع الماضي في الكويت، وسنكون الأسبوع القادم في الكويت، وكل هذه خلايا النشاط الصحي ستعرض إن شاء الله نتائجها على الاجتماع القادم في 25 أكتوبر للجنة الوزارية. أرجو إن شاء الله أن يتمخض عن هذا الاجتماع خطة عمل مقترحة من هذا الفريق الفني المختص لعرضها على الاجتماع القادم للوزراء، وهي تمثل خطة مستقبلية لعمل لجنة وزراء الصحة لأول مرة تعمل الحقيقة على مستوى الأمانة العامة، ومربوطة ببرنامج زمني للخمس سنوات القادمة بدءا من العام القادم 2019. أتمنى إن شاء الله أن يخلص هذا الاجتماع إلى عدد من برامج العمل التي يمكن إن شاء الله أن تعرض على أصحاب المعالي وزراء الصحة، ويتم تبنيها وفقا للأولويات والمرئيات التي طرحت من قبل وزارات الصحة ومن قبل المعنيين والفنيين المختصين في هذا الشأن. نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان مسابقة سباحة للأطفال بالتعاون مع نادي قاضمة الرياضي تحت شعار الرياضة وقاية، وذلك بهدف تشجيع الأطفال على اتباع نمط رياضي لحياة صحية. أنا سعيد جدا بتواجدي معكم اليوم. نحن الآن في نادي قاضمة العزيز، ومشكورين نادي قاضمة على استضافتهم هذه الدورة. حقيقة الحملة الوطنية لمكافحة السرطان التي تشرفت برعاية صاحب السمو أمير البلاد منذ 6 سنوات، الآن نحن في سنة سادسة من هذه الحملة الوطنية، ونعمل جميعا لتغيير مفهوم الأمراض المزمنة وعلى رأسها أمراض السرطان. لا يخفى عليكم أن الرياضة تلعب دور مهم جدا، والرياضة أصبحت عادة، لهذا نحن نبدأ من الشباب الصغار لأن نجعلهم يتعودون على الرياضة. عندما تصبح الرياضة عادة تصبح الإنسان متعود عليها، لا يجد الثقل فيها، يستمر في المحافظة عليها، وبالتالي تنعكس في مستقبله على مزيد من الصحة والابتعاد عن الأمراض. الحقيقة الأمراض السرطانية مرتبطة بعوامل مخاطرة، لعل أهمها السمنة وأهمها الكسل وقلة الرياضة. فنحن الآن في مجال الرياضة وفي نادي رياضي نتمنى أن ننجح في تخفيض معدلات وقوع السرطان عن طريق الرياضة. المجتمع الكويتي اليوم يختلف عن المجتمع الكويتي قبل 6 سنوات. المجتمع الكويتي اليوم أكثر وعياً باتجاه الأمراض المزمنة. وزارة الصحة في هذا الأمر ما قصرت، تبذل جهد كبير في التوعية من الأمراض المزمنة، ونحن في عمل كان نساهم معها لزيادة الوعي في هذه الأمراض. وافق مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم على استقالة عضو مجلس الإدارة جابر الزنكي من عضوية المجلس بناء على طلبه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للنظام الأساسي. وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه أمس برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، وقرر تسمية عضو مجلس الإدارة صبيح أبل رئيسا للجنة الحكام وتكليفه بإعادة تشكيلها.